نجحت عناصر حرس الحدود في توجيه ضرباتها ناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. استمراراً لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، حيث كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل، والتي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN و3 رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظرتين ميدان وتلسكوبين قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15,627 ذخيرة أنواع، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية.